أشرت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري التقرير الحقوقي المختصر لضحايا حاجور منذ العام 2011 حتى العام 2023، حيث مارست الميليشيا الحوثية سلسلة اعتقالات ممنهجة واختطاف وتعذيب للعديد من أبناء حاجور بمختلف المديريات، إضافة لتدمير منازل المواطنين وتهجيرهم. فعالية اليوم هي أكثر من فعالية، فهي ندوة وهي تقرير حقوقي وهي أيضا مؤتمر صحفي وجلسة استماع. تكلمنا فيها عن الضحايا وعن مظلمية مظلومة حجور المظلومين الذين ما زالوا في سجون ميليشيات الحوثي. ما زال لدينا 7 من المخفيين قسريا وعلى رأسهم أبو مسلم، وكذلك لدينا أكثر من 41 ضحية آخرين ما زالوا في معتقلات الحوثي، ترفض ميليشيات الحوثي الإفراج عنهم أو التبادل بهم. أي مستقبل للسلام لابد أن يراعي الضحايا ويراعي جبر الضرر ويراعي محاسبة أولئك الذين قاموا بهذه الانتهاكات.